اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شومي مور. نحن هلا بمدينه جميره قلب الحدث لمهرجان دبي السينمائي الدولي السادس، وهذا مهرجان كثير مهم لنا لانه قبل سنه بالضبط طلعنا بالحلقه الاولى من شومي مور، يعني صار عبرنا سنه. شكرا عشانكم عم تتابعونا بعيد ميلادنا الاول، خلوكم معنا وانا وان هو تشونغ. كنا على السجادة الحمراء بالمهرجان هاي السنة وقابلنا كتير ستارز. شوفوا مين وقف معنا وشوفوا عن شو حكينا. The stars are ready to shine as the 6th annual Dubai International Film Festival rolls out its red carpet tonight. أنا مبسوطة أني شاركت وإن شاء الله أشارك في السنوات الجاية، بتوقع له النجاح إن شاء الله أكيد ودايما يستمر ويكون يعني كل سنة في مهرجان دبي كلنا نيجي نحضر ونشارك ونستفيد بخبرات جديدة. التجمعات هنا دي تبادل الآراء واحتكاك الأذهان ممكن يولد شيء جميل جدا جدا ونطلع من خلاله بحاجات للعالم الخارجي. We've seen Hollywood meets Bollywood. When will Bollywood meet the Middle East, the Arab world? It is festivals like this that will encourage the meeting point. I think that it's wonderful for Dubai to host such an event. Geographically, it is wonderfully positioned to be almost at the center of the East and the West. And in the years to come, I'm sure that there will be some kind of collaboration. احنا محتاجين المنافسة، محتاجين المنافسة من الأفلام العربية، محتاجين إن احنا ندخل الأفلام العالمية كمان ويبقى في تنافس. كل ما يبقى في مهرجانات زيادة كل ما بيحصل نوع من التنافس بإنتاج زيادة، في ممثلين جداد بيطلعوا، في مخرجين جداد بيطلعوا، فطبعا ده مهم ومهم وجود المهرجانات دي. I have to say this. If Spielberg was Emirati, his name would be Ali Mustafa. How are you doing tonight? Mustafa Berg. How's it going? Excellent, excellent. Now, of course, this is your hometown. Dubai is your city. And obviously, you've attended every single year. But this year is extra special for you. Tell us why. So extra special because I am premiering my first feature film. And it's also the first Emirati film to be represented in an Arabian gala. And it's called City of Life. أي شيء بيصير في دبي بيكون دائما ناجح وعظيم، فنحن متأكدين إن شاء الله منه حيكون شيء يعني معمول على يعني الوجه الكامل والشيء اللي يسر إن شاء الله. نتمنى إنه هذا المهرجان يقدم الجديد مثل العادة، خاصة إنه نحن جداد بعدنا على الفن المصور، يعني السينما وإلى ما هنالك من إنتاج سينمائي، وهذا شيء جيد للمنطقة طبعا. فيلم العربي ونشوف فيلم الأمريكي، لكن في بلاد أخرى بتقدم سينما متميزة جدا وفكر جديد وثقافة وتكنولوجي. لازم نتعلم ولازم نشوف وننفتح العالم كله، لن يتأتد إلا من خلال المهرجانات. احنا بنحبك كثير كثير وانا بعد احبكم وايد ومشكورين ما قصرتوا، وانت بالذات تحبك وايد، حضور جميل رائع ما شاء الله وخفة دم سكر. تسلم، الله يخليك، الله يخليك، ما شاء الله حكايه لوحدك يعني. تسلم، الله يخليك. والله انا بدي اسالك اللغات وخفه الدم والاداء وتعرف ازاي تشد تجذب العين، لان الستاند اوف كوميدي ده من اصعب ما يمكن. تسالني انا عارف الحكايه دي. انا مش عاش لهود الوقت يعني. لا 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 حقيقي. اهلا وسهلا فيك، تنورت السجادة الحمراء صالونها احمر فاتح. اول شيء يو لوك فانتاستيك، وات ار يو؟ ثانك يو، ثانك يو. وات ام اي ويرينج؟ يو سي اي بين ترافلينج فور لايك 3 months now. I bought 3 tux and I can't remember which one is that. So I'm really confused now. I've been in like 16 festivals with 2 movies. So what are you wearing? That's nice. Oh, what an embarrassing question. السنة دي أنا جايب فيلم اللي هو في الكومبيتيشن، هو فيلم 1-0. أنا فخور جدا بالفيلم ده. الفيلم ده خاص جدا وبعتبره واحد من أهم الأفلام اللي أنا عملتها وإن ما كانش على مستوى السينما المصرية والسينما الشبابية. وبقول لكل الجمهور اوعوا تفوتوا فيلم 1-0، لازم تيجوا تشوفوا فيلم 1-0. I think the whole world is becoming a small village because through the internet and every, you know, انا قلبت انجليزي مش عارف ليه.